أكثر من 600 ريال سعر صرف الدولار الواحد. ماذا بعد هذا الانهيار الحاد؟ وما هو مصير الناس أمام الارتفاع الجنوني للأسعار وخذلان الحكومة والتحالف؟ أهلا بكم. أرجع وزير النقل صالح الجبواني سبب انهيار العملة إلى سلطات الأمر الواقع في صنعاء والكيان الموازي للدولة الذي فرض بقوة السلاح من قبل دولة في التحالف العربي. وضع باتت البلاد لا تحسد عليه. ينهار الريال أمام الدولار بسبب الانقلاب ومنع التحالف تصدير النفط والغاز. رغم كل التحذيرات من خطورة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، لا يزال اليمنيون واقعين بين مقصلتي ميليشيا الانقلاب التي استنفذت كل مقدراتها في نهب اليمنيين، وحكومة متراخية مشلولة أمام التدهور الاقتصادي الحاد. يقف اليمنيون وحيدين في معركاتهم دون سند حقيقي لا شرعية ولا جار يدرك خطر انزلاق البلاد إلى طريق لا عودة. ما هي الحلول الحقيقية التي يجب أن تتخذ للحيلولة دون استمرار هذا النزيف الاقتصادي؟ وما هو مصير اللجنة الاقتصادية التي شكلتها الحكومة مؤخرا؟ هل هناك نوايا لتصدير النفط والغاز وفتح الباب أمام الحركة التجارية؟ أم أن للتحالف في معركته في اليمن مآرب غير التحرير؟ تهاوى الريال اليمني إلى أدنى مستوياته أمام العملات الأجنبية، حيث وصل إلى 600 ريال مقابل الدولار الواحد. انهيار قابلته زيادة جنونية في الأسعار، خصوصا أسعار الوقود والمواد المستوردة. كل ذلك قابله رد فعل مريب لا يرقى إلى مستوى التداعيات الاقتصادية في بلد باتت السوق السوداء هي المهيمن على وضع البلاد، وسط غياب شبه محسوم للبنك المركزي اليمني الذي أخفق في وقف هذا الانهيار. الانقلاب هو أبو الكوارث كما يقال، لكن إلى جانب ذلك فالاتهامات طالت الجميع حكومة وتحالفا. فالحكومة تتهم بفشلها في التعامل مع الملف الاقتصادي ولجوئها إلى اتخاذ حلول آنية وترقيعية دون البحث عن معالجات اقتصادية تنعش الوضع الاقتصادي المتدهور، فيما اتهم التحالف بالحيلولة دون تصدير الوقود ما فاقم مأساة اليمنيين وحال دون استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد. السعودية أيضا مارست سلوكا متضاربا مع الملف اليمني، فبالحديث عن الدعم السعودي للاقتصاد تقول المؤشرات إن أبرز أسباب انهيار العملة الوطنية هي القرارات السعودية التي صدرت بحق المغترب، إذ كانت حوالات المغتربين تشكل أحد أهم روافد العملة الصعبة خصوصا عقب توقيف تصدير النفط. انهيار الأوضاع كان قد دفع الشرعية إلى السحب من الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار في محاولة للحد من تأمين العملة الصعبة، غير أن ذلك لم يؤدي إلا إلى تدهور العملة الوطنية وسط تحذيرات من انكشاف الغطاء النقدي. انهيار العملة هي الحرب الأشرس على اليمنيين وتوشك على إلقاء من تبقى منهم في أتون المجاعة. مطالبات اقتصادية للشرعية بإعادة استئناف تصدير النفط والغاز، وبحسب التقديرات فإن 70% من دخل البلد من العملة الصعبة كان يأتي من مبيعات المشتقات النفطية، وهو الحل الأقرب الآن لوقف نزيف العملة، ناهيك عن فتح الموانئ والمنافذ وتفعيل الأجهزة الرقابية وتحصيل الضرائب ووضع سياسة نقدية، إجراءات ربما من شأنها إيقاف التدهور النقدي في البلاد. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الدكتور محمد الزوبة الخبير الاقتصادي من القاهرة، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور. أهلا بك دكتور. كيف تتابع انهيار الريال اليمني في ظل هذه الأوضاع؟ شكرا جزيلا على السؤال. حقيقة ما رأيته في اليمن هي جريمة، جريمة من جميع الأركان، كل الأطراف مساهمة فيها ابتداء بالتحالف انتهاء بالشرعية. الأسباب الرئيسية لهذا الموضوع هو كان طبعا انقلاب الحوثي. نعم. الحوثي يتعامل مع المشكلة كجلثومة تتسلق على الأشجار، لا تدري ماذا تعمل ولكن تستفيد من الشجرة أنها تبحثها ثم تقضي عليهم. التحالف يشتغل في اليمن بدون اجنده، وبالعكس ربما الاجنده
مخفية، وهي يعني إطالة عن الاطلاع والتدمير الاقتصادي الذي واجهنا الآن في سوريا. أذكر صدقتني عدة مرات وكنت أتحدث يعني على أنه الدولار سوف يصل إلى 450 و500 وآخر حديث جاي معاكم خلتكم أنه سوف يصل إلى 600، وأنا أقول الليلة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة نسميها فرملة عاجلة، يعني نفرمل الوضع فقط وليس إصلاحات ولكن فرملة. إذا لم تتخذ هذه الإجراءات فأن البلد والشعب اليمني مقبل على كارثة اقتصادية ومجاعة لم يشهدها التاريخ، وسوف يتحمل المسؤولية الثلاث الجهات الرئيسية وهي التحالف والشرعية وجلسومة الحزب. أقولها بكل صراحة وليس مع الشعب اليمني في الداخل والخارج لهذا الكلام، لأنه نحن قد طرحنا أشياء كثيرة على الحكومة ولكن الحكومة المشكلة أنها لا تسمع. الحكومة يعني ابن المنطين وابن المعجين كما يقول الزماجر المثل، لا تستطيع أن تتحكم بقدراتها أو تستطيع أن تبني رؤية من خلالها توضح للناس ماذا تريد. وبالجانب الاقتصادي لم تتمكن إلى الآن إلى لحظتنا إلى ساعتنا الآن من استغلال الإمكانيات التي كانت متاحة، بقايا ما هو متاح مثلا على سبيل المثال الغاز أو النفط في المسيرة. عندهم يا سيدتي الآن تقريبا حوالي 60-70-80-90 ألف برميل قادرين ينتجون من المسيرة مثلا. لماذا لا يتم إنتاج هذا؟ الإنتاج 70-80 هذا بيجيب لك يعني حوالي 5 مليون دولار يوميا، يعني في الشهر 150 مليون، يعني في السنتين في السنة يعني بيطلع لك 2 مليار دولار. لماذا؟ ليه؟ ما هو المانع؟ أنا تعرف ما هو المانع؟ إلا هذا بينتجوه ويودوه لا خزائنهم أو لا أطراء، هذا موضوع آخر. أنا أتكلم على لماذا لا يتم إنتاج المسيرة. نعم، قبل أن نتحدث عن الإمكانات الممكنة للحلول دكتور محمد، يعني هل من المنطقي أن يفقد الريال أكثر من 5% من قيمته في يوم واحد؟ ممكن ممكن يا سيدتي ممكن، لأن الريال ليس له غطاء الآن. الريال الآن ما حصل، على سبيل المثال بعضنا هو احنا انا ما كنت اشتغل للاسباب، يعني لانه لو دخلت الاسباب انا قد دخلت في حلقات سابقه، ولكن بعد شيء نعود على الاسباب. نعود على الاسباب، الاسباب هي معروفه. الاسباب هو انقلاب الحوثي. انقلاب الحوثي شكل ما يسمى بالسوق الموازيه، وهي الصرافين اختزن مبلغ 1,200,000,000,000 ريال يمني كانت موجوده كعبله كسيوله كورقيه، واخذها الى دبلوماته، ومن خلال ذلك استطاع ان يتحكم بها في البدلومات ويكون السوق الموازيه هذا الذي الان موجود في اليمن، وسوق الصرافين ويصرفوا كما يريدون. ثانيا بعد ما وصلوا الى هذه المرحله كانت عندهم مرحله ما يسمى بمرحله اقتصاد الحرب، وهو المجهود الحربي، يعني استغلوا المجهود الحربي ورفعوا على الناس الاسعار ورفعوا على الناس قيمه المشتقات النفطيه، فبالتالي قيمه الريال انخفضت. هم الان يقومون ايضا بغزو السوق بعمله ليس لها غطاء، بمعنى انه بينزل الان يعني مليارات من الريال اليمني محاولا انه ياخذ دولار من السوق، والدول ما في سوق ما فيش، فاصبح عرض الريال اكثر من الطلب. فلما تقولي لي انت انه في خلال يعني يوم نزل 5 ممكن نزل حتى 10، ممكن في يوم واحد يصبح حتى 800 ريال، يعني مش ضروري. ليش؟ لانه هناك طلب على الدولار فيما انه السوق لا يوجد فيه دولار على الاطلاق. في طلب على الدولار ولكن لا يوجد هناك يعني تغطيه من الحكومه او من البنك المركزي، وبالتالي اكيد ما يصير انه ما فيش هناك يعني تغطيه او سيوله موجوده داخل امكانيه الدوله. فهناك المشكله ان الحوثي قام بهذا المصيبه بهذا الكارثه. الحكومه لم تستطع ان تعمل على هذا الاساس، ولكن قامت ب يعني طبع فلوس وكاش كبير، يعني طبعت تقريبا 500 الى 600 مليار ريال يمني كاش ورق، يعني عباره عن ورق ما لها قيمه، يعني اوراق ما لها شيء. فهذا ايضا اثر، اصبح عندك تضخم من العمله اليمنية وقلت قوتها الشرائية، لأنه ما لها غطاء يعني من العملة الصعبة الذي هو هي الأساس، هي المعيار للوضع الاقتصادي البدائي داخل الدولة. بالإضافة إلى أنه الحوثي أنزل إلى السوق تقريبا حوالي 400 مليار كانت مشططة أو مقطعة، أوراق مقطعة، واستخدمها
وينزلها، وهذا ايضا غرق السوق يعني عمل على تغريق السوق باوراق يعني غير مجديه، يعني وهذيك كانت المفروض ان تنقل الى المحرقه، وهذا طبعا هذا كل الاسباب، هذا اسباب اقتصاديه. اسباب السياسيه انه الحكومه اليمنيه لم تتفاعل اقتصاديا مع الوضع الاقتصادي، بمعنى انها ارجعت ايراداتها من العمله الصعبه من المقدرات الاقتصاديه الموجوده في البلد على راسها النفط والغاز. بالاضافه الى انه التحالف كان يفترض من التحالف انه يقوم بتغذيه السوق اليمنيه او الحكومه اليمنيه بكميات من النفط الخام. لازم نعرف حاجه، انه مثلا السعوديه على سبيل المثال تستخدم داخليا في السعوديه 3 مليون برميل نفط يوميا، بينما احنا احتاجنا في اليمن ما تتجاوز هذا الايام 50,000 برميل. يعني كان بامكان الحكومه اليمنيه مع السعوديه ان يجلسوا يعني ليوم واحد فوق الطاوله وزير النفط ورئيس الوزراء يقول يا جماعه احنا نحتاج بروتوكول ان انتم توفروا لنا كميات من النفط حتى ناخذ نخلي احمد العيسي مثلا ياخذ الدولارات من السوق يصير يبحث عنهم من السوق بالغصب ويخرج يعني بايدي مالين ويروح يشتري نفط من السوق العالمية او مشتقات نفطيه. لا، انت يا دول الخليج رجع عوضونا بهذا الغاز، زي ما حصل مثلا في موضوع الكهرباء. اوكي، السعوديه جابت يعني حوالي 2 مليون دولار يوميا في مخصص الكهرباء، هذا شيء كويس. كان يفترض انه ايضا الامارات او السعوديه ايضا تجيب لنا هذا 40,000 برميل يوميا وتحول للدوله وتحسب لها. لكن الذي حصل انه عكس، السعوديه والامارات رفضت التعاون مع الحكومه في اعاده تصدير النفط اليمني. نعم، نتحدث عن هذه النقطه بتفصيل اكثر دكتور محمد، ولكن اسمح لنا ان ينضم معنا عبر الهاتف السيد عمار الحمادي وهو خبير مصرفي. مساء الخير استاذ عمار. مساء النور، اهلا وسهلا فيكم. نعم استاذ عمار، يعني كونك خبير مصرفي ومتابع لما يحدث للريال من انهيار، كيف يعني يمكن شرح الموضوع من ناحيتك؟ بدايه انا اتفق مع الدكتور محمد فيما طرحه في اسباب انهيار الريال، لكن الانهيار او التدهور المتسارع لقيمه الريال خلال الايام القليله الماضيه انا اختلف معه في انه قد تكون طبيعيه. انا وجهه نظري انه الامر ليس طبيعي، لا يمكن ان يتم يعني اعتقاد انه هنالك اسباب اقتصاديه او منطقيه لهذا التدهور المتسارع. هنالك عامل غير واضح في هذا الموضوع. طبعا نتفق على ان الحرب والحرب واستمرارها على مدى السنوات الأربع الماضية هو السبب الرئيسي والعامل الرئيسي في تدهور قيمة الريال، بالإضافة إلى عدم وجود الموارد للدولة، ونقصد بذلك ما كان يتحدث فيه الدكتور محمد وهو النفط. نحن موازنة اليمن بتعتمد بدرجة أساسية على النفط، فعند توقف هذه الصادرات النفط ادى الى عجز حقيقي في ايجاد عمله صعبه، وبالتالي عدم وجود موارد، وهذا ما قاد الى التدهور المتسارع خلال السنوات الثلاث الماضيه. نعم، لكن أستاذ عمار، يعني هناك عدة أسباب كما تفضلت، ولكن هذا الانهيار الذي حدث في الآونة الأخيرة والمتسارع أيضا، كيف يمكن إرجاء أسبابه؟ يعني هل الحرب بشكل عام، أم فعلا أن هناك لعبة سياسية تدور حول الأمر؟ أم يعني هناك من يقول الحوثي هو السبب، هناك من يقول الشرعية هي السبب، التحالف هو السبب، كيف يمكن إرجاء هذا السبب لمن بالضبط؟ خلال ثلاثة أيام يفقد الريال قيمته بهذه الدرجة، هذا يعني لا يمكن أن يعزى لعامل اقتصادي أو لأسباب، هنالك أسباب سياسية قد تكون خفية أو هنالك لعبة. يعني حتى المضاربة، في حالة تمت المضاربة على قيمة الريال من قبل صرافين أو من قبل جهات، لا يفقد الريال قيمته بهذه الدرجة.
لكن بشكل عام هنالك اسباب عديده لتدهور قيمه الريال في المجمل. حتى قبل تخفي الريال لقيمه ال 600 مقابل الدولار، الاسباب ممكن ايجازها في عدم وجود العمله الصعبه، كان يعول على الوديعه السعوديه انها ستحدث تحكم في يعني تباطؤ في سرعه التدهور لقيمه الريال، لكن وجد ان هنالك يبدو فرضت شروط على البنك المركزي في استخدام هذه الارصده. نعم تفضل. يبدو انه فرضت شروط على البنك المركزي في استخدام هذه الوديعه. يا نعم، وبالاضافه الى ان هنالك شروط كانت وضعها البنك المركزي على البنوك مقابل استخدامها او مقابل تغطيتها لواردات السلع وتغطيتها لاحتياجات عملائها. من ضمن هذه الاسباب او من ضمن هذه الشروط كان شرط البنك المركزي بان يتم ايداع مقابل هذه المبالغ التي سيتم السيرة فيها ان يتم ايداعها كاش وفي عدن. مراكز البنوك في صنعاء وكتلتها النقديه وقدرتها في صنعاء وان كانت محدوده خلال هذه الفتره، فان تقوم بنقل السيوله من صنعاء الى عدن او حتى داخل المناطق المحرره، الموضوع من ناحيه مخاطر بسبب الاوضاع الامنيه الموضوع يكاد يكون مستحيل. فلذا البنوك هنالك تقدمت فقط بنوك محدوده على المزادات التي كانت حددها البنك المركزي، لم تقدم كل البنوك ولم تستفد كل البنوك من الوديعه ومن موضوع تغطيه الصادرات. نعم، لا الوديعه احدثت، يعني ربما لم تستلم حتى الان ولم تحدث هذا الفرق المرتجى منها، ولا الحكومة تصرفت بأي تصرف خلال هذه الأيام، يعني يزداد تدهور الريال أمام الدولار ولم نستمع حتى الآن لأي مسؤول حكومي يبرر أو يطمئن هذا الشعب، يعني الذي ربما تسبب هذه الانهيارات كوارث اقتصادية حقيقية بالنسبة للمواطن البسيط. صحيح، هو ذلك، لا زالت الحكومة يعني الموضوع إلى الآن لا زال غير واضح. الموضوع الحكومة إلى الآن لم تقم بواجبها. نحن على مدى 3 سنوات الكل يتحدث عن ما هو الشيء الحاصل في عملية تصدير النفط، لماذا لا يتم تصدير النفط؟ الحكومة إلى الآن تقبل أنها تظل مرتهنة القرار، وهذه إشكالية. لابد أن يتم تصدير النفط، وهذا يعني حقيقة لا تخفى على الجميع. نحن احتياجنا يتطلب تصدير النفط، ويتطلب أيضا أن تقوم الحكومة بإدارة ملف الإيرادات بشكل أكثر فعالية، وأن تتم كل هذه الإيرادات في وعاء في أوعية موحدة، لا أن تتم في أوعية متفرقة، لا أن تقوم كل مؤسسة بفتح حساباتها وبإدارة حساباتها بشكل مختلف. عندنا إيرادات الجمارك الضرائب بالإضافة إلى إيرادات النفط، يفترض أن يتم إدارتها بشكل فعال. البنك المركزي كذلك هنالك إشكاليات حقيقية يعاني منها بنية النظام المصرفي حاليا. نحن الآن يوجد لدينا سلطتين، ويوجد لدينا البنك المركزي والنظام المصرفي منقسم ما بين سلطتين. بنك مركزي في عدن لديها السيولة الكافية، لديها يفترض أن لديها الاحتياطيات أو ما نقصد بها الوديعة السعودية، لديها الكمية المطبوعة من النقود والتي يقوم بعمل إصدار النقد منها، وبالمقابل ليس لديها القدرة على فرض سياسات حقيقية على القطاع المصرفي بحيث يقوم يراقب أو يقوم بفرض سياسات نقدية فاعلة.
البنوك والمؤسسات الرسميه والمؤسسات الماليه مراكزها في صنعاء وخاضعه لسلطه الحوثيين، ولا تستطيع ان الا ان تنفذ ما تؤمر به من قبل الحوثيين. عندنا اشكاليه ايضا في موضوع وحدة جمع المعلومات، لا زالت البنوك ولا زال تقييم اليمن تعيس جدا في موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي المؤسسات المالية اليمنية البنوك اليمنية تعاني أثناء تنفيذها الاعتمادات، حتى وإن توفرت لها مبالغ بسيطة في أرصدتها في الخارج وأرادت تغطية الاعتمادات والحوالات مقابل استيراد البضائع تواجه إشكالية بسبب التقييم السلبي والسيء لليمن، وبسبب أن أيضا وحدة جمع المعلومات لا زالت في صنعاء وتدار من صنعاء، وهي الوحدة المخولة بالتواصل والتخاطب مع العالم. هذه إشكالية حقيقية لا زال يعاني منها هيكلة وبنية القطاع المصرفي. نعم، الخبير المصرفي عمار الحمادي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك دكتور محمد. دكتور محمد، أجمل الأستاذ عمار مجموعة من الأسباب، وربما تحدث باستفاضة عن مشكلة البنك المركزي والتي ما زال منقسما بين سلطتين كما وصفها، وأيضا وجود وحدة المعلومات تحت سيطرة الحوثيين، وعدم استطاعة الحكومة الشرعية فرض سيطرتها على القطاع المصرفي وتوحيد البنوك الفرعية وأيضا المعلومات. هل يعني هذا أحد أجزاء المشكلة، أم أنه مشكلة كان يمكن تجاوزها إذا ما أرادت الحكومة ذلك؟ يا أخي عزيز، دعني أوضح لك يعني الكلام الأخ الخبير كلام رائع وجميل جدا، يعني فيه معلومات رائعة جدا أيضا. أود أن أوضح الآن الموضوع في اليمن ليس موضوع مضاربة، يعني بحاجة توصل إلى سؤال، وهو ما الذي حصل في اليومين الماضيين؟ يعني وهذا كلام صح، يعني ما الذي حصل في اليومين الماضيين؟ الذي حصل في اليومين الماضيين أنه كمية مهولة من الكاش نزلت على السوق طالب بالدولار. الدولار مش موجود، وان كان موجود في البنك المركزي على اجنبية فهو ضمن شروط، وشروط تتيح لهم مبادله الريال اليمني بالدولار والياء. كلام واضح، بمعنى انه الان القضيه ليست مضاربه بمعناها الذي يتعارف عليه في الموضوع الاقتصادي. يعني احنا لم ندخل في قضية المشروع الاقتصادي الذي يعطينا نتائج، ما هي وقايع انخفاض الريال اليمني؟ هل هو نتائج مضاربة بالسوق؟ هل هو للصرافين وبس؟ لا، فيه نقص شحيح، نجزم انه لا يوجد دولار، الدولار ليس موجود في اليمن. يعني الان احنا لم يعني ما قضية مضاربة. الان الدولار، انا وانت نتكلم الان على التلفزيون، والدولار في اليمن مش موجود، مش موجود حتى عند الصراف. لما تروح تسالها الان يقول لك بصرف لك 585 يمني خذ، لكن دولار ما تدري 600 ولا 605 ولا 604. يعني الدولار مش موجود، وايضا يقول لك بعضهم يقول لك ما في دولار، ما ادري ايش بدي دولار، تمام؟ يعني ما في دولار، بمعنى انه موضوع ما يسمى بالمضاربه حسب ما قال الخليل مش موجود الان في السوق كتصور اقتصادي. الان اللي موجود في السوق هو صحه للامكانيات الماليه، يعني ما في امكان صح انه احنا لو غذينا السوق الان بالدولار ونزلنا، بامكان الحوثي يقوم ينزل سيولتها التي كدسها من احتلاله وخطفه للبنك المركزي، وهي تريليون و200 مليون، ينزلها وياخذ كل الدولار. صحيح، ولكن هناك معالجات بالامكان يعني حصر هذا الموضوع حتى في مناطق سيطرة الحوثي، ولكن نحاول ان احنا نقوي وندعم الريال خارج منطقة الحوثي. هذا الاجراء كان يجب ان يتم، بمعنى ان احنا نوفر الدولار. لو وفرنا الدولار الذي كان بيد الحكومة توفير الدولار، سواء بالضبط على التحالف زي ما تكلمنا، او انه يتوجه الى امكانيات تصدير 75% من ميزانية الدولة، من إمكانية الدولة اليمنية. يا سيدتي كان يعتمد على النفط،
وعلى الغاز، كان يفترض انه يتم هذا الكلام قلناه ونكررها اليوم، لابد من فرم الهدولات. يا سيدتي الوديعه الان تجي اليمن لم تعمل شيء، اي امكانيات من هذا الكلام اللي بتحوم السوق حل اقتصادي لم يعمل على فرم الهدولات. ما الذي سيعمل على خفض اذا دكتور محمد؟ يعني انت قلت ربما في بدايه حديثك يجب على الحكومه ان تقوم بحل عاجل لفرمله الوضع حتى لا يزداد تدهورا، يعني ليس فقط انقاذ ما يمكن انقاذه، يجب ان يتوقف على الاقل. ما هي هذه الحلول العاجله؟ يا سيدتي اول شيء يجب ان نحن نقوم، يعني نقول لهم يا جماعه الخير امامكم بترول المسيله، بترول المسيله الان موجود، لماذا لا تصير؟ هذا واحد. اثنين، معانا غاز بالحاف، غاز بالحاف اول شخص في اليمن اكثر الناس عارفين انه زوبا هذا اشتغل في موضوع الغاز وكنت رافض استفاده الغاز مع قطر، لكن اليوم نتيجه الاوضاع السيئه اللي احنا فيها بامكاننا اعاده تفعيل انتاج الغاز من حقول بالحاف، لانه المليون وحده حراريه قيمتها اليوم في جنوب شرق اسيا ب 18 دولار، لو سطرنا الكميات حقنا اليوميه المعتاده بنحول حوالي 12 مليون دولار يوميا، بمعنى ان احنا في اخر الشهر بنحصل على حوالي نصف مليار دولار، يعني في السنه بنحصل 6 مليار دولار. انا لو كنت مكان الجماعه في وزاره النفط او في رئاسه الوزراء كنا بنعمل ان نجمع هذا الامكانيات، هذا الامكانيات الموجوده الان كايرادات للدوله، ونعمل على ضخها داخل السوق، ونعمل على ضخها داخل السوق ضمن اطار وضمن اصلاحات مستقبليه، بمعنى ان احنا نوقف الانهيار اولا ونحافظ على سعر الريال. انا بخليك على حاجه الان، الان وصلنا 600، انا اتحدى اكبر اقتصاد الان يرجع الى 500، اتحدى مستحيل يرجع الا في حاجه واحده، انه نضخ احنا ولارات السوق ونخلي ندعمهم على السوق، واحنا اللي نحدد السعر ونقول اوكي جيب لي ريال يمني ب 200 ريال وانا اجيب لك دولار، اذا استطاعت الحكومه ان تعمل بذلك على طول بننزل الى 200 جنيه، اما اذا قالت الحكومه انا ما بنزلك ولا بامكاني نضخ دولار مزاد القراطيس، وهذا موضوع اخر وهذا هو الان اللي حاصل الان. نعم، دور البنك المركزي في هذا التدهور دكتور محمد، يعني اين دوره حتى الان؟ يعني محافظ لم نجد يعني اي تحركات حقيقيه. يا سيدتي انا اقول لك خليك اسمعني، محمد سنام الليله، محمد سنام يصير يدور يعني قهوه ويشرب فيها مدعي ويتكل على الله، انا اقول لك الناس تسمعوني، الموضوع هذا كلام فاضي، الذي بيشتغلوا الان يا سيدتي هذا كلام خطا. الان كل شغلنا الان على محاوله اصلاح ضمن اطار المجموع الاقتصادي لحركه العمله في البنك المركزي، وهم مش عندهم دولار، المشكله انه ما عندهم دولار واحد، ما بيدخلش عليهم دولار واحد، وانا استغرب على اي لجنه اقتصاديه او بنك مركزي او سياده عبد ربه او سياده عبد بن زغر او ما اعرف ايش، اعتقد كيف يعني انا اشتي واحد منهم من هذا العقول الفذه يقول الليلة يقول لي كيف بإمكانه أن يوقف تحت دهور الدولار وهو لا يمتلك حتى دولار واحد الآن؟ يعني نعم، لكن يعني يبدو أن الحكومة التي تستلم راتبها بالدولار دكتور محمد لا يعنيها هذا الأمر كثيرا، يعني خلال 3 أيام يعني أسوأ دولة في العالم على الأقل يستقيل 5 إلى 6 وزراء، لم تستقل الحكومة برمتها في ظل هذا الوضع، لكن لم نجد أي تعبير عما يحدث. يا سيدتي جيش قصة عجيبة، أنا أجيت بجميع من هذا البهاري هنا في مصر، لجميع من الاخوان الذي هاربين هنا قاعدين كلهم الان بيصلحوا وضعهم ويشتروا سكك وقد يعيشوا على هذا الوضع. يا سيدتي الان اكثر الحكومه واكثر من الجبهه التي تحارب الحوثي الان اصبحوا عايشين على دائره وعلى مرجعيه الحرب. اقول لك بكل صراحه وهذا يسمعني القاضي وداني، ان الحكومه اليمنيه وكل من بيشتغل الان بيشتغلوا على اقتصاد الحرب، بمعنى انه يبنوا اوضاعهم يعني قدراتهم الان المعيشيه ويبنوا حياتهم على اساس اقتصاد الحرب، وكيف بامكانهم يعيشوا عن طريق دول التحالف برواتب ومعاشات يستلموها داخل بلاد الغربه، وعايشين بيشتروا البيوت بيشتروا الفلل. وانا اكلمك وهذا اجيب لك الاف الملفات مش ملف واحد في هذا المواضيع، اعرف اصدقاء عزيزين علي الان قد بيدور بس ذاك بيعيش الان في مصر قد منعاش بجيره عدل الان الله مصر ومرتاح، ما عاد ينتظر الحاجه ولا عاد يفكر بالنضال ولا تنظف النضال،
كل واحد يروح يروح بيته. بالعكس الذي عاد باقي مع اصحاب في مارب عاد بنفس الوقت يعينوا ابنه، انا ما قد خرجت من الجامعه قد يعينوه ولا قد اعرف الثانويه قد يعينوه هو قد يسلموا الويه الاطفال يا سيدتي. صحيح كلام فاضي هذا محكو علينا. اذا يعني اسمح لي دكتور محمد، يعني الامر سيء للغايه بهذا الشكل، لا حكومه شرعيه تراعي أبنائها ولا لديها ضمير حول ما يحدث، وعلى العكس تعتاش من وراء هذه الحروب، ولا ميليشيا قد تفكر أو يعني نحلم أنها ستفكر بوضع هؤلاء الناس، ولا مجتمع دولي يرى حال هذا الشعب الذي يزداد فقرا، ولا تحالف يريد لهذه الحرب أن تنتهي، ولا أن يسهل للحكومة مسألة تصدير النفط الذي لديها وتشغيله أيضا. يعني أين سيذهب المواطن في ظل كل ذلك؟ يا سيدتي المواطن اليمني الآن يعيش أزمة يعني متكاملة، يعني بكل معنى الكلمة، بمعنى أنه المواطن اليمني الآن إحنا كلنا نبكي. أنا الآن اتصلت إلى كريمتي إلى صنعاء، والله بنبكي، والله بنبكي، وأسرة يعني محترمة وإمكانياتهم المالية ممتازة وعايشين وعندهم مداخيل وعايش. أقول لك يعني هذول الناس الان كانوا في يوم من الايام من 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 الشريحه الغنيه في صنعاء. الان في حاله هستيريا، والله العظيم في حاله هستيريا. بقول يا اخي خلاص احنا ما عندنا جالس نفعل، يعني كلام غير طبيعي. والله لو اوصف لك الوضع، والله لا تساهل ساعات ولا الايام. والجماعه نايمه، الجماعه نايمه. عندك قوات، عندك التحالف، التحالف هذا هو اللي دمر. انا اول واحد يعني من صفين التحالف، وقلنا التحالف يعني بيعمل لنا التحالف بيخرجنا من مصيبه الكانوت الحوثي هذا، بيطلعنا من، لكن طلع التحالف جزء من المصيبه. يعني التحالف الى اليوم هو جزء من المصيبه. يا جماعه الخير، اليمن اذا انهارت اليمن والله زي ما بيعمل لكم الحوثي قسما بالله لا يعملها مره ثانيه. الحوثي عاد بيغازلكم الان بطيارات مسيره، والله لا يغازلكم بعد سنه بصواريخ حقيقيه. فهموا هذا كلام، فهموا انتم شوفوا هذا الكلام. الدول لازم تعلم هذا الشيء. ملف اليمن يا سيدتي بالسياسه، خلينا نخرج من الاقتصاد شويه. نقول ملف اليمن سلم من يد محمد بن سلمان الى محمد بن زايد، هذا بكل صراحه وخلي علم الجميع. اليمن الان مسلم بيد محمد بن زايد. محمد بن زايد عنده اجنده، عنده فكر، عنده موضوع دراسه، عنده مواضيع يعني خاصه، يعني يسيب لنا في اليمن حاجه ثانيه، الله اعلم ايش يسيب اليمن هذا. شفتي كيف قد ربما مرتبط بالصهيونيه العالميه، مرتبط بالامبرياليه والراسماليه العالميه، الله اعلم ايش الخطه اللي موجوده. الذي حاصل من الشام الى اليمن كل مخطط على هذا الموضوع. احنا الان في اليمن بنعاني من هذول الناس، عندنا جذوبه في اليمن، الان الحوثي، هل تعتقد ان الحوثي الان وانا بنتكلم الان وبقدر الناس منهم يسمعوني الان، هذا الجرثومه هل هو الان لديه اي فكره عن الحل؟ والله لا، ليس لديهم اي فكره، ولا هم دارين ايش يفعلوا، ولا هم عارفين. هم منتظرين للحل لما يجي للشرعيه ولا يجي للتاريخ، ينزلوا لهم دولارات على اساس يخرجوا المخدس من الريالات اليمنيه التي سلبوها من البنك المركزي، يخرجوها على اساس يعوضوا بها دولار. والله انه هذا اللي حاصل. نتيجة الانهيار هذا لازم يعرف الشعب اليمني. انهارت العملة في الأيام الماضية، فيه ناس من الحوثيين نزلوا مليارات الريالات إلى السوق اليمنية يشتروا دولار. أقولها بالمفتوح على أساس أننا نحاول إحنا نغطي ولا حاجة، بالمفتوح. جماعة من الحوثي من اللي كانوا مخزنين التريليونات هذه تحت المبلومات، خرجوا حقهم الريالات المعفنه هذا للسوق على اساس يشتروا، لا هي مضاربه ولا شيء. كانوا يحاولوا يشتروا ما بيستغطيها، ما بيشتروا، فكان يصبوا عند التاجر او الصراف يقول لك يا اخي دولار بكم ما بيشتري. نعم، اذا اسمح لنا دكتور. هذا يعني من الدولار، وهذا الذي حصل. الان الشعب يا سيدي اليوم اتجدد البترول في صنعاء 8500. نعم، اسمح لنا دكتور ان ينضم معنا ايضا. بخبر يعيش الناس، والمشكله الان الناس يعانوا فيها. ساعود اليك دكتور محمد، ساعود اليك في هذه النقطه، ولكن اسمح لنا ان ينضم معنا ايضا الباحث الاقتصادي حسام السعيدي من تركيا. مساء الخير استاذ حسام. مساء النور، اهلا وسهلا، يا مرحبا بكم. اهلا بك. اذا استاذ حسام، كيف تتابع انهيار الريال امام الدولار خلال هذه اليومين؟ هذا الانهيار او التراجع المتواصل هو في حقيقه الامر
أمر متوقع في ظل فشل في إدارة الملف الاقتصادي بشكل عام، ووجود كثير من الأسباب المختلفة السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى استطاع أن نقول هناك الحقيقة إخفاق في المجال الاقتصادي وفي إدارة الملف الاقتصادي. هذه الأسباب مجتمعة بالطبع هي أسباب وجيهة، وفي تصوري الشخصي وكقراءة للوضع فإن الريال سيواصل انهياره بشكل ربما متسارع خلال الفترات القادمة ما لم يكن هناك حلول جذرية، أو على الأقل حلول حاسمة وليست عبارة عن مسكنات، مجرد مسكنات. ما لم سيظل ويبقى الريال في حالة انهيار حقيقي، يعني لأن القيمة المتواجدة عن الريال لا تعكس قيمة الريال فعلا. الريال اليمني أصبح مجرد أوراق في يد المواطنين، بينما وفي تصوري لو كان الوضع عاد الوضع لوضع بإمكان المواطنين أو التجار الاستيراد بشكل كامل، فإن الريال بإمكان أن يصل إلى أو الدولار إلى 1000 ريال وأكثر. لكن في ظل انحصار القدرة على الاستيراد في سلع معينة، فإن القيمة الحقيقية الآن في الأسواق هي قيمة غير مناسبة لسعر الريال. بتصور الشخصي فإن الريال في واقع انهيار ما لم يكن هناك تدخل حاسم، وتدخل الحاسم هذا يعني أن تكون هناك سلسلة من الإجراءات. ما هو هذا التدخل الحاد؟ يعني ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة الشرعية؟ يعني دعنا نتحدث عن 1، 2، 3 نقاط يمكن للحكومة الشرعية تفادي ما يحدث. نعم، ابتداء الحكومة الشرعية ذاتها في تكوينها الحالي هي غير قادرة على اتخاذ هذه الإجراءات، وبالتالي في تصور الشخصي فإن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يحتاج إلى حكومة قادرة فعلا على اتخاذ الإجراءات، ولعل تشكيل ما سمي بالمجلس الاقتصادي او تم تشكيله قبل فتره يعكس هذا بشكل مباشر، ان الحكومه هذه اصبحت غير قادره على اداره الملف الاقتصادي بشكل عام. وبالتالي اولا تقليص الحكومه وتقليص الوظائف الوهميه الكبيره التي تم تعيينها واستغلالها في مجال الفساد والى اخره، هذا بشكل اساسي ورقم واحد. ثانيا ترتيب الماليه العامه للدوله، لابد ان يعاد عمليه التصدير، وان تعاد ايضا سيطرة الحكومة على الموانئ وعلى العملية الاقتصادية بشكل عام، إنهاء عمليات الاحتكار في بعض السلع بشكل عام خاصة في المشتقات النفطية وآخره. يجب أيضا أن يكون هناك تدخل جيد فيما يخص السياسة النقدية للبنك المركزي، وخاصة في مجال دعم المستندات النقدية أو الاعتمادات المستندية عفوا، بحيث يستطيع التاجر الحصول خاصة للمواد الغذائية الحصول على الدولار للأسواق. يجب أيضا أن يكون هناك دور طبعا بطبيعة الحال للتحالف الذي يمثل الوصي على اليمن، وبالتالي يجب الحقيقة أن يدعم هذا العمل الاقتصادي أو ندعم الاقتصاد في اليمن. لا نريد فقط مسكنات تعلن عبر تويتر عن إعلان دعم لزيوت أو بنزين أو ديزل للمحطات الكهربائية، ولا نريد هناك ان يكون هناك تدخل حقيقي من قبل التحالف يعكس حجم التحالف. على الاقل مشابه لما تم التدخل في الاردن مثلا قبل فتره، رغم ان الاردن لم تكن بنفس الوضع قريبه طبعا بنفس الوضع، ولا يقوم هناك التحالف بمهام عسكريه كما يقوم بها في اليمن. بالتالي لابد ان يكون هناك تدخل بمعنى الكلمه، هذا التدخل يعني ان يكون هناك دعم مباشر للريال عبر البنك المركزي، وان يكون هناك ايضا حلول لدعم الحكومه نفسها وعملها في الجانب الاقتصادي. اهم هذه العوامل هي امكانيه، او يعني حتى ممكن هناك لجان خاصه هي الحقيقه تدير الكثير من القضايا. يجب ان تعود الى الحكومه، وان يكون هناك قرار بيد الحكومه اولا، وان تكون هذه الحكومه هي حكومه رشيده. نحن لا يهمنا التمسك بحكومه معينه بينما الوضع فاشل، وبالتالي يجب ان تكون هناك حكومه مصغره في تصوري تهتم بشكل رئيسي بالعمل الانساني والعمل الاقتصادي. يجب التركيز على هذا الامر. نحن لسنا بحاجه الى اسماء فضفاضه والى مناصب متعدده ومختلفه. ثلاث مهام اساسيه هي انسانيه واعلاميه توصل صوت اليمن وصوت الحكومه الى صناع القرار عبر العالم، وايضا اقتصاديه بشكل اساسي تنقذ هذا الشعب الذي يعاني من جرائم الحقيقه. نعم، اذا هذا يعني الجوع ويعني الموت في حقيقه الامر. نعم. نعم، شكرا جزيلا لك حسام السعيدي الباحث الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من تركيا.
عودة إليك دكتور محمد. دكتور محمد، يعني كيف تفسر يعني مسارعة السعودية لإنقاذ الوضع في الأردن التي لم تصل إلى ما وصلنا إليه، ويعني متابعة التحالف انهيار الريال اليمني بهذه الصورة السيئة ولم تتدخل بأي إجراء؟ أعتقد أنه المملكة السعودية على رأس التحالف ومن وراها الإمارات طبحت الرؤية كثيرا الآن، ولا يمكننا أن نخفي سياسيا أكثر من اقتصاديا أنه المملكة العربية السعودية لها أجندة، يعني لها أجندة هي سلمت الملف للإمارات والإمارات هي اللي تقوم بهذا الدور، وبالتالي ربما وأنا أقول ربما وليس لدي معلومات جيدة أنه هناك فعل اقتصادي لجانب وجه التحالف في هذا الموضوع بالذات، ولما كان للتحالف ان اوروبا نظر اولا عن الضغط على الحكومه اليمنيه بان تلتزم برؤيه معينه في الوضع الاقتصادي ومنها تقليل النفط الخام الى الخارج وايضا الغاز، وبالتالي وايضا استلام كميات من النفط من الخليج العربي او من الامارات والسعوديه تغطي الفائض من العمله الصعبه الذي يروح لشراء هذه المستجدات النفطيه، ولكن يعني غض الطرف في هذا الموضوع بالذات لانه نعرف انه المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج تضخ مئات الالاف من البراميل لدول عربيه كثيره، يعني تقدم هدايا سخيه من النفط يعني لكل الدول، فانا يعني اتساءل يعني لو اقول تبخر النفط كل الدول العربية التي خارج دائرة ما يسمى بالحرب والوضع المتدهور، واليمن الذي يحتاج إلى كل قطرة نفط يعني أو مشتقات نفطية حتى يوقف على رجليه، يعني واقفين تتفرجوا على ليش؟ فزي ما قلت أنت يعني أنا أعتقد يعني أنه التحالف فشل في اليمن، وليس فشل بحال، ولكن أعتقد أن هناك رؤية وأجندة سوف تتضح مستقبلا بأنه التحالف كان وراء هذا الانهيار الاقتصادي. نعم، كيف تعلق دكتور محمد على تصريح أو ربما التصريح الوحيد لنقل من الحكومة الشرعية الذي يعني كتبه وزير النقل صالح الجبواني في صفحته على تويتر، حيث قال هذا الانهيار تتحمله ميليشيا الانقلاب في صنعاء والمجلس الانتقالي بعدن المدعوم من التحالف، هل فعلا يعني هما فقط من يتحمل المسؤوليه؟ لا هو بالحقيقه هو يرمي يعني روث البهائم على وجوه الاخرين، يعني لا على كلام غلط، هو يعني المشكله فيهم الشرعيه بيتحمل جزء كبير من المشكله. صاحب الملف الذي هو التحالف ايضا هو الراس الرئيسي وهو الذي يشتغل في اليمن بكل الاحداث، وبالتالي اوكي الاسباب اكيد الاسباب هو كان الانقلاب، وايضا الاسباب هو المجلس الانتقالي، هذا اسباب احنا عارفين انه اسباب، ولكن المعالجات ينفرض انها تاتي من من من, من جهتين، يعني اذا كان ذا اسباب فنقول انها اسباب المجلس والحوثي، ولكن المعالجات كان يفترض ان تاتي من الجهات الاخرى اللي هي التحالف الشرعيه، ولكن احنا ما شفنا المعالجات، شفنا ان عبد الله بنصر هذه شكل لجنه اقتصاديه وجاب معياد، وبعد المعياد الذي كان يشتغل وصلح مزامير صدار الشعب اليمني، وعينه انا مستغرب هذا حافظ معياد يجيب بيض يكون يبيض يعني دولارات ولا يبيض ذهب يوميا الصباح، والحكومه اليمنيه بياخذها عند السوق تغطي العمله اليمنيه، بعض يعني يشتري ايرادات، يشتري كميات دولار لازم تدخل، والله العظيم يا اختي لو قدرت نسمع 20 سنه ونكرر هذا الكلام مليون سنه، اذا ما فيش ايرادات مع الدوله ما في فائده. واقولها اليوم يا شعب اليمن، اذا ما فيش ايرادات ابشروا اخر السنه والدولار ب 700. اذا اتضحت الصوره. ان احنا نعرف كل نعم، يعني ربما هي رسالة واضحة للحكومة الشرعية، وقد تفضلت بتكرارها مرارا وتكرارا، ولكن للأسف لا يعني لا يوجد أحد يستجيب لكل هذه الأحاديث. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا دكتور. نعم،
يعني الان كان باقي معانا شويه حاجات تجيب من المغتربين، كان يفترض انه هذا اللي بيجي من المغتربين يحولوها على البنك المركزي، البنك المركزي يحولها بعدين على الصرافين. يعني كان ممكن ان حتى السعوديه البنك الاهلي السعودي يتساعد مع الحكومه اليمنيه ويقول يا جماعه الفلوس التي تتحول من المغتربين اليمنيين كما كانت بدل ما تروح الصرافين مباشره يجب انها تروح ايضا للبنك المركزي، والبنك المركزي هو الذي يقوم بتسديد المواطنين اليمنيين بسعر الذي بيعوضها الريال السعودي. هذا كان بقى يعمل كميات من الفلوس سوف يعني تحتضنها البنوك اليمنيه لتحويلات. نعم، هذه المشكله مستمره يبدو اذا لم يوضع لها الحلول الجذريه كما تفضلت. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الزوبة الخبير الاقتصادي، كنت معنا من القاهرة. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.